المسمار. المسمار ده يا جماعه ليه قصه كبيره جدا. هو النجم الكبير كابتن النادي الاهلي اللي حصل ما شاء الله على 35 بطوله و12 دوري. 12 دوري. حسام عاشور اهلا بيك والف مبروك، وانت بقى لوحدك في حته تانية خالص بقى، مش عارفين نكلمك نتكلم معاك ازاي. انت تتكلم براحتك يا مهيب، انا بتكلم عليك طبعا. بقول الحمد لله، مبروك لجماهير النادي الاهلي ولاعضاء النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي الرجاله، وبقول الحمد لله ده ربنا كلل مجهودنا. السنه اللي فاتت دي كانت سنه طويله جدا، من احسن الدوريات واحلى الدوريات اللي احنا خدناها في تاريخها طبعا. انت فاكر الدوريات اللي انت خدتها؟ والله من الحمد لله الله اكبر، من كترهم مش فاكر قوي. الله اكبر، يعني هو بمسك ده خشب خشب، هنعتبره خشب، هنعتبره خشب. هو بتزعل من رقم 12 ده، بس الحمد لله. الدوري الكام ده؟ يزعل يزعل ال 12. انت عايز تسمع كتير، بتحب تسمع كتير. ها هي ايه؟ رقم 12 ليه؟ معرفش. لا انت بطل لقم بقى على الهوا، بقى احنا على الهوا. لا انا لا ما بتلاقيش والله. انت عارف الدوري الكام، بس انت اللي بتسال. الدوري ال 12 ليك انت مع النادي الاهلي. الحمد لله. طيب انا بتكلم على نفسي، انا بتكلم عليا انا. الدوري ال 12 مع النادي الاهلي. يعني انت فاكر ايه يعني؟ بيفكرك بحاجه؟ رقم 12؟ اه لا مش قوي يعني، مش فاكر. طيب. كده 12. طيب والبطوله ال 35 ده صح؟ الحمد لله. 35 ما شاء الله، حاجه يعني حاجه تاريخيه والله يا حسام، يعني حاجه مشرفه. يعني انا عايز اقول لك ان انت الثالث او الرابع العالم، حاجه كده يعني. انا هعمل لك احصائيه ليك دلوقتي وهنشتغل عليها ايام، يعني لان انت يعني دخلت في الاساطير. في داني الفيش، بس هو اللي دلوقتي عدى 39 بطوله بالظبط. يعني انت الثاني. انا لا الثاني او الثالث. لا في ماكسويل وفي لعيب ثاني تقريبا، وانا زي ما انا قلت. وجيجز، جيجز 37. طيب يعني ايه البطوله اللي كان نفسك تاخدها يا حسام؟ يعني انت حققت بطولات كتير جدا مع النادي الاهلي، ايه البطوله اللي كنت تتمنى ان انت تاخدها؟ بطوله كده قلت انا نفسي اخد البطوله دي. كانت بطوله افريقيا السنه اللي فاتت، كان نفسي بصراحه احققها الشهر اللي فات. اشمعنى ما خدت بطولات افريقيا كتير؟ بطوله افريقيا السنه اللي فاتت كان نفسي اخدها قوي، عشان ده كان هيبقى اول كاس افريقيا ارفعه يعني، بس ما حصلش نصيب يعني. دي البطوله اللي انا زعلت عليها وكان نفسي اخدها طبعا. حسام يعني انا يعني مش عارف اقول لك ايه. انت ليه يعني الاعلام بعيد عنك؟ يعني راجل عامل البطولات دي وعامل الانجازات دي وحاسس انت بتستخبى، يعني واحد غيرك كان. لا والله انا بص اقول لك على حاجه، يعني ده سر نجاحي بصراحه يعني. حتى كل الناس اللي عندنا هنا في النادي بيحسدوني على الموضوع ده. يقولوا لي مثلا انت يعني ولا عندك فيس ولا واتساب ولا اي حاجه من الحاجات بتاعت السوشيال ميديا دي، عايش ازاي؟ انا بقول لهم انا عايش يعني، انا موجود في النادي الاهلي، اتعودت وتربيت ان انا ابقى رقم واحد في النادي الاهلي. فالحمد لله انا مركز قوي في شغلي، مركز قوي في اللي بيتقال لي، مركز قوي مع النادي الاهلي، مركز قوي في البطولات اللي انا باخدها، مركز قوي في كل لواحد نفسه افرحه في جمهور النادي الاهلي او اي حد ينتمي للمنظومه بتاعت النادي الاهلي. بلانك انا بفكر فيه طول عمري. بلانك ايه مع النادي الاهلي الفتره اللي جايه؟ يعني حاطط لنفسك ايه البلان مع النادي الاهلي الفتره اللي جايه؟ انا نفسي ابقى يعني اهم حاجه ان اللي بقى رقم واحد النادي الاهلي طبعا، ويبقى فوق الجميع، وهو كده كده فوق الجميع ببطولاته بانجازاته بالناس اللي فيه، برئيسه، بمجلس ادارته، باللعيبه، بالجمهور، بكل المنظومه كلها. اهم حاجه يبقى كويسين ويرفعوا النادي الاهلي يبقى رقم واحد، وابقى رقم واحد ان شاء الله على العالم واخد بطولات. ده اللي انا بسعى عليه. النادي الاهلي على طول هو معودنا ما يبقاش عند يعني تقف على طموح معين، الطموح ده بيبقى مستمر على طول. فده اللي انا بشتغل عليه الفتره اللي جايه، وان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله ونزود من الدوليب بتاعت النادي الاهلي. حسام عاشور لا زال يحلم بالبطولات مع النادي الاهلي، بطولات عاشور الشخصيه وللنادي الاهلي بصفه عامه. طبعا طبعا يعني نفسي النادي الاهلي طبعا ياخد بطولاته، يبقى اكثر تفويض في العالم، يرجع لاكثر تفويض في العالم تاني ان شاء الله. ده اللي احنا بنشتغل عليه. والناس الكبار بتقول، الناس الصغيره اللي طالعه من الناشئين او الناس اللي جايه من بره، عليهم الناس الكبار عليهم دور، يفهموا الناس اللي جايه جديد دي يعني ايه النادي الاهلي، يعني ايه
تحب النادي الاهلي، يعني ايه تخلص النادي الاهلي، يعني ايه تنتمي لمنظومه زي النادي الاهلي، يعني ايه ترفع اسم النادي عالي زي ما هو كده كده عالي وهيفضل عالي برغم اي حد هيحاول يعني ينهش في النادي الاهلي. لا استحاله. وعايز اقول للناس اللي كانت بتقول على اللعيبه الرجاله دي وعلى النادي الاهلي، النادي الاهلي بصفه عامه واللعيبه دي بصفه خاصه، كان في ناس بيقول لك النادي الاهلي في المنطقه الدافئه والنادي الاهلي الحمد لله مش هينزل درجه تانية وكان لسه عندنا ماتشات مؤجله. فبقول لهم انتوا فين دلوقتي؟ يعني انا نفسي كده اليومين اللي جايين دلوقتي اسمع صوتكم. محدش بقى يبقى يعني لازم يبقى حد عنده جرأة ويطلع اللي كان بيتكلم ده يطلع ويقول اللي كان بيقوله على النادي الاهلي، ولا كله هيسكت دلوقتي وكله هيتدارى؟ ليه احنا اهو يعني احنا بنهنيك وبنهني النادي الاهلي والناس كلها سعيده، الاهلي بطل الدوري وده حقكم وتستاهلوا التتويج وتستاهلوا فرحه الناس وتستاهلوا فرحه جماهيركم بيكم وانتوا تفرحوا مع جماهيركم. لا يعني انا شايف يعني الاهلي دايما بياخد حقه، دايما الاهلي بياخد حقه. الحمد لله الحمد لله خدنا حقنا الحمد لله، واللعيبه دي كانت رجاله واللعيبه دي تستاهل، فالحمد لله قدرنا نفرح جمهور النادي الاهلي ونفرح لعيبه النادي الاهلي ونفرح نفسنا طبعا، اقول الحمد لله كرم من عند ربنا طبعا. ألف مبروك كابتن حسام عاشور، واحد من نجوم النادي الأهلي وكابتن النادي الأهلي. لو أنت معايا عايز أسمع منك كلمة في دقيقة عن صالح جمعة من كابتن الفريق والتحديات اللي واجهها صالح والأداء اللي بيأديه في الملعب في المباراة اللي فاتت. لا صالح دلوقتي غير بصراحة، يعني صالح زي بيقول صالح اتصلح حاله الحمد لله. يجي معاه نتيجة الكلام، اتكلمنا معاه كتير، اللعيبه الكبار اتكلمت معاه كتير وقالوا له انت مضيع يعني جزء كبير قوي من حقك، انت موهبه ومش عايزينها تبقى تدفن يعني زي ما لعيبه كتيره اتدفنت، لا انت عندك موهبه واحنا محتاجينك الفتره دي. والحمد لله هو ملتزم جدا وعامل كل حاجه كويسه الفتره اللي فاتت، والحمد لله بيكلل مجهوده النهارده الحمد لله كان كويس، والماتشات اللي فاتت كلها طبعا ملتزم والحمد لله الدنيا ماشيه معاه تمام. يعني مبروك كابتن حسام عاشور، واحد من حبيبي نجوم يا مهيب حبيبي الاهلي حبيبي، واشوفك على خير قريب ان شاء الله. 35 ما شاء الله بطوله مع النادي الاهلي، 12 دوري، واعتقد يعني صعب حد يحقق الانجازات والارقام اللي انا بقولها غير حسام عاشور او بعد حسام عاشور. هنطلع فاصل ونستقبل نجمنا الكبير الكابتن جمال عبد الحميد في حوار خاص جدا وتاريخي من خلال اللعيب. مبروك للنادي الاهلي الفوز بالدوري.